الشعب هو اللي يغيض، ولهذا هذا النظام لازم يروح. هذا النظام البوليسي، هذا النظام تاع اللي جابوه العسكر، هذا الرئيس المزور، هذا لازم يروح. راهم داين لبلاد الهويه، ونبقى حنا في خطابنا تاع حركه رشاد هو تغيير جذري ولا عنفي للنظام. ما ندخلش انا في هذا الفيديو حول الحملات الشرسه اللي على رشاد، اللي يقول لك إرهابية، واللي يقول لك إسلامية، واللي يقول لك زوافية، واللي يقول لك لائكية، واللي يقول لك ماسونية، ما على بالناش، ما أنا ما فهمتش وين رحنا، واللي يقول لك مدعم على قمطر وتركيا. ما أنا مازال ما شفتش لي فيرمون حقيقة. كما قال لك واحد راه عاد يخدم بعض المرات 13 14 ساعة باش يخدم على، كما قال لك على ولادو، أنا مازال ما شفتش لي فيرمون، مازال ما شفتهمش، وحتى لو كنشوفهم نعاود نرجعها. على كل حال موقفنا واضح، أننا حركة وطنية جزائرية ترفض أي تدخل خارجي، ونرفض أي أموال من أي دولة كانت. الأموال اللي تمول الحركة هي مواطنين جزائريين، وما ندخلش في هذا كما قلت في هذه التصنيفات تاع هذاك الإسلامي الإرهابي. حركة رشاد ثابتة في استراتيجيتها، ثابتة في مواقفها، مواقفها ما تغيروش من 2007، ومواقفنا نفسها عكس بعض الناس اللي كنا حاسبينهم المعارضة، والآن راهم لقاو رسالهم يديروا نفس خطاب تاع الدولة البوليسية. احنا خطابنا ما تغيرش، نريد تغيير جذري ولا عنفي. وهذوك الناس اللي يتهمونا بالإرهاب، شيء مضحك حقيقة، شيء مضحك. أو اللي يتهمك بالإسلامي، احنا ما عندناش إشكال، احنا ما عندناش إشكال يتهمونا باش واحد بيت إسلامي ولا لائكي ولا زوافي ولا سمينا واش حبينا. احنا هذه الاستراتيجية معروفة، تكسير الحراك. داروها في مصر، داروها في سوريا، داروها في الأردن، داروها في اليمن، داروها في السعودية. كل معارض حر صادق له مصداقية يحبوا يضربوه، والحمد لله لدينا مصداقية. وبعض المرات مش حتى احنا اللي ندخلوا، الناس تلقاهم يدافعوا علينا، لأنهم يعرفوا شكون الحر، يعرفوا أن رشاد من 2007 هي حركة لا عنفية، وأنها تريد التغيير الجذري للنظام، وأنها تريد دولة القانون، احترام الحريات الجماعية والفردية، وإقامة دولة مدنية ماشي عسكرية. هذه هي استراتيجيتنا، وما غاديش نضيعوا بزاف وقتنا للرد لهذه التهم الواهية، التهم الباطلة. الحمد لله تاريخنا أعطانا الحق في اختيارنا لاستراتيجية لا عنف. فذاك الوقت واحد ما كان يأمن بها، يقول لك كيفاش حنا الجزائريين نديروا تغيير لا عنفي. الحمد لله الحراك كان لا عنفي، موحد، كان الإسلامي وكان اللائكي وكان كل الأطياف المجتمع اجتمعت على شيء واحد، وهو الإطاحة بدولة البوليس، وهي الطلب بإقامة دولة القانون ودولة العدل ودولة اجتماعية. علاش توحد الجزائريين؟ هذا هو اللي يوحد الجزائريين، ونحن متخلطون مع مطالب الشعب الجزائري، ولا ننتبه لكل هذه الهجمات. قولوا واش حبيتوا، طريقنا نتمشيو فيه. وهذا اللي داروا في مصر ولا في بلدان اخرى اللي تتهجموا على المعارضة، مقاومين بالاحرى، لان المعارضة في الجزائر للأسف قليلة، إن لم نقل منعدمة تقريبا، إلا القليل. استراتيجيتنا وطريقنا واضح، وهو دولة مدنية مش عسكرية. دولة مدنية مش عسكرية، أكررها، نريد دولة مدنية وليست عسكرية، ونريد تغييرا جذريا للنظام بطرق لا عنفية.